المصارف بلبنان مثل كل المصارف بالدول المتطورة، واللافت انه بنك ميد باسواق بيروت بيأمن الخدمات لزباينه من العشرة الصبح للعشرة بالليل ومواقف مجانية للي حاملين بطاقته. هون منشوف كمان مطعم ياباني، مين ما بيحب السوشي؟ عم نوصل هلا على هالفسحة الكبيرة اللي بسموها شارع طرابلس، مطرح ما بيصير كل الايفنتس والمهرجانات الكبيرة بأسواق بيروت. رح نتجه سوا على سينما سيتي اللي هي أكبر سينما بلبنان. تتضمن 14 صالة سينما، 2 منهم في اي بي، وطبعا عندهم اكسس على الفي اي بي لاونج. الشيء المميز بسينما سيتي انه عندهم اكبر صالة بلبنان تستوعب تقريبا 327 شخص، وشغلة ثانية كمان جدا مميزة انه فيهم رواد هالسينمايات يفوتوا اكلهم معهم من الفود كورتس على السينما، ياكلوا هن وعم يحضروا الموت. مغارة جعيطة من أجمل وأروع المغاور بالعالم، جمال رباني تشكل عبر الملايين من السنين. نحن هلأ موجودين بالمغارة العليا الجافة، حرارتها ثابتة على مدار السنة 22 درجة مئوية، وبتتألف من ستلاكتيت وستلاجميت، يعني هوابط وصواعد، وأطول هابط بالعالم موجود فيها وطوله بيبلغ 8 متر و 20 سنتيمتر. نحن هلا صرنا بالمغاره السفلى المائيه اللي بتمتد على طول 7000 متر، وطبيعتها بتسمح بزياره 450 متر منها.
البيئية هي جاذب أساسي للسياحة بلبنان، تتنوع فيها النشاطات وبترضي كل الأذواق، وبالأخص محبي الطبيعة، الشواطئ، الجبال، المغاور والأنهار. بعد ما تمتعنا بالمناظر الروعة لطبيعة لبنان الخلابة وأثراته، جينا على لومول دبي، أحد أكبر مراكز التسوق بهالبلد الحلو، وطبعاً هو مقصود من قبل كل محبي الشوبينج، المطاعم والسينما.